ازيكم؟ هو حضراتكم بتطلبوا دايما نتكلم يعني عن حاجات كتير، وبعدين دلوقتي الشأن العام كله يعني معظم، مش معظم، كل الناس بتتكلم على موضوع واحد. الخروج من هذا المأزق ان الواحد لابد يتكلم فيه. هو ليه مأزق؟ لأنه في فترات في الحياة بيبقى مش مطلوب انك تقول رأيك وتسيب التجربة تمشي وتسيب الحاجات تاخد وقتها. إذا كان مش مقبول الآراء الأخرى أو حاجة زي كده وأنا هعمل، طيب اعمل وربنا يوفقه وندعي للناس ونكون معاهم بس مش منهم، لأن احنا ملناش علاقة باللي بيحصل، ما نعرفش إيه، حتى ما نعرفش إيه المطلوب مننا. وخلاص تقوم احنا كناس صحفيين نعمل ايه في الحالة دي؟ يعني نشتغل ازاي؟ نقدم ايه؟ في بيني وبين الناس علاقة ما، ومقبول ان انا اناقش قضايا واناقش مشاكل واناقش حاجات اجتماعية وحاجات سياسية وحاجات كذا وحاجات كذا وفنية كله. فطب نعمل ايه؟ ده عملنا، ده عملي. خرجنا من هذا المأزق ورحنا في حتة تانية، وده على فكرة مش بس أنا اللي بعمله، ده ناس كتير جدا عملت كده على مدى التاريخ. ودي ميزة إنك تقرأ. أنت لما بترجع للتاريخ بيبقى عندك حاجتين مهمين جدا. فلان الفلاني أنجز بشكل عظيم، ولذلك أنا 100 مرة أقول يا جماعة شوفوا الراجل ده اللي حكم 2.5 سنين وغير الدنيا كلها. مش مسألة بقى انه حفيد عمر بن الخطاب ولا لا، الكتب التاريخ بتقول ان الرجل ده لما حكم اللي هو سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد السادس، عشان احنا دايما بننسى سيدنا الحسن هو الخامس، وكان حكمه على 6 أشهر بس هو يعتبر الخامس يعني. فحكم مسك بلد عظيمة جدا، امبراطورية عملاقة جدا، لكن فيها فساد مستشري من الأسرة بتاعته مش من حد تاني. قدر يظبط ده كله، هو حكمه كله خد 2.5 سنين، لدرجة انه بعض الروايات بتقول انه كان بيمشي في الشارع ومين مديون، مين عايز يتجوز، مين عايز يعمل، مين عايز. ولما بعت له حد قال له احنا عايزين فلوس عشان نصور المدينة، فبعت قال له صورها بالعقل، مش محتاج صور ولا عقل. ايه الصور اللي انت محتاجه ده؟ انت عايز تصورها؟ صورها بالعقل، اعدل بين الناس، الدنيا تبقى امان. ف المهم يعني، فناخد من التاريخ ده، وناخد من التاريخ الناس اللي هم عملوا حاجات كتير قوي وفشلوا فشل ذريع، موجودين بكثرة في التاريخ. التاريخ سواء العربي او سواء الاوروبي او سواء الامريكاني، كله كله كله. فتقوم تتجنب ده عمل كذا 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 كذا، تتجنب. عشان كده احنا في كلمه كده بنقولها كده يا عم، احنا مش هنخترع العجله، حد لازم نقتنع بده حقيقي، ما حدش هيخترع العجله، لانه كل التجارب اللي احنا بنمر بيها او كل الازمات او كل المشاكل اللي بتصادفنا صادفت ناس تانيه. ممكن يكون ليهم معتقدات تانيه، افكار تانيه، فناخد منهم. طب نشوف عملوا ايه؟ يعني هم عندهم مشكلة في التعليم، حلوها ازاي؟ حلوها بكذا؟ لا دي ما تنفعناش الحكاية دي. عندهم مشكلة في الإنجاب، فراحوا مطلعين قرار الصين محدش ينجب غير عيل واحد. هو كده، اللي هينجب عيل تاني مالناش دعوة بيه، أو مش عارف هيسجنوه، ما عرفش يعملوا فيه، عيل واحد. وبعدين لما ربنا كرمهم وأنتجوا وقصوا مش عارف إيه، دلوقتي اليومين اللي فاتوا دول سمحوا بعيل تاني، ممكن عيل تاني. طبعًا إحنا ما نقدرش نعمل كده، لان احنا عندنا معتقدات دينيه معينه ومؤمنين بيها ومقتنعين بيها، ممكن حد بيتزق نعمل مش عارف ايه. لكن تقدر تاخد من ناس كتير جدا من تجربهم وتستفيد. هي دي ميزه التاريخ، ملوش ميزه اكتر من كده، انك انت تعرف اللي عملوا اخطاء فما تكررهاش، وتعرف اللي استطاعوا ان ينجزوا في وقت قصير انجاز مذكور في التاريخ. بدل مذكور في التاريخ، بدل مذكور في التاريخ، بدل مذكور في التاريخ، يبقى ده عمل كويس. نقوم نعمل في حاجة عندنا احنا كمصريين من ساعة ما تحررنا
وبقى يحكمنا مصري، وده بس في 52، مفيش قبل كده حاجة خالص. طول الوقت قبل كده قرابيج وحياته، يقول لك الملك كانت أيامه حلوة، وبيطلع ناس تقول كلام حلو عن الملك فاروق. ماشي، الملك فاروق مش هو المدان. الملك فاروق شخص ظلم التاريخ لأنه حكم وهو صغير جدا، يعني واحد عنده 16 سنة ولوله دراعة للتواريخ كده وحاسبها له بالهجري وبتاع عشان الهجري يطلع أطول من بتاع، وعملوا له 18 سنة وحكم. الملك فاروق مشي من مصر عنده 32 سنة ماشي، ومات عنده 45 سنة. فده كان ولد صغير جدا، ولذلك ليه حاجات حلوة جدا وحاجات مش في استطاعته كان يعملها. لكن مش دي القضية، القضية ان انت لما تبص للمجتمع المصري يقول لك الناس كانت الجنيه بكذا، كان حد لقى الجنيه عامل حاجة؟ انت فاكر الجنيه دوت كان حد بيشوفه؟ كانت الناس كلها بتتعامل بالعملة المعدنية ديت، وكان في ورق طبعا 10 ساق و5 ساق وربع جنيه و50 قرش وحاجات زي كده. ما كانش حد بيقدر يشوفه، وكانت الناس ماشية عليتها كرب. يعني ما ترجعوا للحقيقة، اقروا خالد فهمي، شوفوا رجال الباشا، شوفوا خالد فهمي كاتب ايه. لما بتقرا بتشوف دي حقائق، هذه حقائق لانها ايام يعني اول امبارح. شوف المجتمع كان فيه ايه وحصل فيه ايه وسوى فيه ايه. نيجي بقى ايه، وانت بتلف وتدور على ده على الوقت وما تتكلمش في الموضوع. المشكله ان احنا من ساعه ما حكمنا جمال عبد الناصر، وبعدين رئيس السادات، وبعدين رئيس مبارك، وبعدين تولت الرؤساء، ما عندناش ثقه في الحكومه. خلينا نتكلم بصراحه، ولذلك اي حد دلوقتي بقى ايه في عناتر كده طلعوا فجاه وبيهاجموا مصطفى مدبولي. مصطفى مدبولي ده راجل طيب. يعني الحكايه عايزه موازنه ثانيه. ما عندناش ثقه احنا في الحكومه، الشعب المصري طول عمره ما عندوش ثقه في الحكومات المتتاليه من 52. يعني دي حاجه انا مش بقولها، دي موجوده في كل كتب التاريخ الحديث اللي هو العصر الحديث كله في الكلام في الكلام ده كله في محمد علي وبتاع، لكن انا بكلمك على العصر الاني اللي احنا شفناه وعشناه. فاظن ان مشكله النور مش ان النور بيتقطع، مشكله النور ان ما حدش بينورك، بينور لك مخك. عشان كده انا قلت الهبه تكتب النور ومين ينورنا. ما حدش بينور لك مخك، الكلام بتسمعه مش مقنع. ايه الكلام ده؟ ما مش عارف دولة جنبينا قطعت الغاز 12 ساعة، يقول له كده حد قال كده 12 ساعة؟ 12 ساعة فانا نتدمر كده؟ يا راجل احنا بقالنا سنة. فالكلام لما بيبقى مش مقنع، الشعب المصري شعب طول عمره متعاون. الدليل ايه؟ الثانوية العامة. بس قالوا العيال مش عارفة تذاكر، ومش عارفين ياخدوا الدروس، وعندهم مشاكل. 100 باب اتفتح، كنايس فتحت، القهاوي فتحت، وقفلت التلفزيون والماتشات بتاعت اوروبا ومش عارف قفلت. يا ولاد تعالوا ذاكروا هنا، تعالوا ذاكروا هنا. احنا متعاونين، بس نبقى عارفين ان في مشكله وملهاش حل غير التعاون بهذا الشكل. على طول الناس هتخرج. انما تقول لي كلام كده، وبعدين دلوقتي بقى الهيصه اللي موجوده بقى في الاعلام والبتاع وحاجات زي كده، ربنا يكون في عون الجميع. ناس بتهاجم جامد قوي، وناس بتقول لك اصبر يا عمي. ما احنا ما بلاش نغمه اصبر دي، لان زهقنا منها بصراحه. يعني شوفوا صيغه ثانيه، يعني شوفوا صيغه ثانيه. وبعدين لما تيجي تقول لي اصبر، لما ابويا يقول لي اصبر ليه بقى؟ لان ابويا كان بيشرب سجاير بحاري. صحيح كان بيشرب سجاير بحاري. كان في سجاير في مصر اسمها بحاري كده، علبه معانا الخمسة لكي بتاعت نجيب سليمان نجيب الله يرحمه. وبعدين بقى يشرب سجاير عثمان. وبعدين قال لي ظروف صعبة يا محمود اليومين دول، دي حكاية من خيالي يعني. وأنا ظروفي صعبة مش هقدر أجيب لك لبس العيد. بس هو راجع من أسبوع كده لقيته بيشرب سجاير كليوباترا. خلاص مش عايز انا هدوم بتاعي خلاص. بعد ما كان بيشرب سجاير عثمان بقى يشرب سجاير كليوباترا، اثبت بالفعل ان هو عنده مشكله، فانا لازم اتعاون معاه. فانت لما تقول لي، عشان كده عايزين حد ينورنا، لما تقول لي ان حكايه كذا 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 كذا، اقوم انا اقدر اقف جنبك على طول. والشعب المصري في الحته دي ما عندوش تفاهم، مش لانه مختلف. على فكره معظم الشعوب كده لما يحسوا ان بلادهم في خطر
بيتصدوا على طول. وعندنا مثل لما حصل في قناة السويس، لموا 60 مليار في 3 4 اسابيع او في اسبوعين. جزء كبير منهم، جزء منهم كان استثمار صحيح، فوائد كانت كتير، لكن في جزء منهم قال لك لا انا عشان بتاع يعني اشوف المشروع، عايزين نعمل مشروع قومي. هي المشكله انه انتوا بتهاجموا رئيس الوزراء ليه؟ هو قال لكم حاجه اساسا عن المشكله دي غير الكلام العادي دوت ان احنا قعدنا 3 ساعات 4، بقينا 3 ساعات. انا مسميهم الساعه الاولى ساعه الاستقبال الخبر الحزين، وبعدين الساعة الثانية ساعة التململ، وبعدين الساعة الثالثة هي ساعة الاكتئاب العظيم. والحقيقة الشتيمة. أنا الساعة الثالثة ببقى عامل زي المجانين بالظبط. يا ولاد يا ولاد يا ولاد يا ولاد، أنا في الأوضة لوحدي. والحمد لله بقى في الباب. عشان إيه؟ لأنه قولوا لنا إيه الحكاية؟ أنت مش عارف، في خبر بيقول إنه أمه أسبوع. وفي خبر قالوا ناس يعني عتاولة ساعتين بس. لا النهاردة النور قاطع 3 ساعات إلا 10 دقايق عشان بس نبقى دقيقين يعني. وإحنا في حي المفروض أن هذا الحي محاط بي يعني مكدس بالسفارات. يعني أنا جنبي هنا على يميني كده بالوصف كده يبقى السفارة البريطانية، في ظهري كده السفارة الأمريكية، في شمالي كده السفارة الكندية، في وشي كده السفارة السورية، في يعني في أكتر من كده حاجة. كنا في بدايه القطع بقى عندنا قليل، دلوقتي بقى اديله بقى 3 ساعات. وبعدين بنقطع الساعه 2، لا بقى قرروا هم يقطعوا الساعه 3. طب الساعه دي نعمل فيها ايه؟ لا ما ينفعش. فاكرين ان انا في بدايه القصه دي قلت انا من الناس اللي نادوا اعلنوا موعد القطع، ده تعاون. فعشان انا اتعاون وعشان اتحمل، لان الواحد بيتعاون، التعاون ده مش بس مجرد ان احنا نبقى ايد واحده، لا بنتعاون نقدر نتحمل اللي انا حكيت لكم الحكايه دي بتاعه الاب. لكن لو الاب قال لاولاده انا مش هجيب لكم لبس في العيد، ولو هو راح يتفسح او راح يعمل او لبس حاجه جديده او عمل حاجه جديده، ولذلك تكسر الاشاعات بقى. اصل المنطقه دي ما بتضلمش عشان فيها فولاد، مش اشاعات، دي معلومه. ليه بقى؟ لان انا رخم اروح طالب حد في الحته دي، لا النور ده عشان لا بتاعش عندنا، اصل عندنا فلان ده جرح، دي تعويره في صدري. اللي عندكم فلان؟ ايه يعني فلان عندكم؟ ولو مين حد؟ ليه النور ما تقطعش؟ يعني ايه؟ عندك مستشفى؟ معلش. عندك مدرسة؟ معلش. انما عندك فلان؟ موجود. تكسر بقى ما اعرفش اشاعات ولا مش حقيقة، ما نعرفش ايه اللي بيحصل. فأهم حاجة في قضية النور في وجهة نظري مش قطع النور، لكن الجهل في المعلومات، ان احنا مش عارفين حاجة خالص. هذا حدث. طيب ايه اللي هيحصل تاني؟ سؤال. ده بقى نعتبره سياسة؟ ولا حياة ولا أكل وشرب؟ لأنه بمنتهى البساطة حد من أظن بتاع الغرفة التجارية بتاعت الخضار حاجة زي كده قال الخضار هيزيد 25% عشان النور بيتقطع، والمصانع قفلت عشان النور بيتقطع، ومش عارف. طب ده تمنه إيه؟ أنا كمواطن عايز أعرف الخسائر اللي بتحصل نتيجة قطع النور تكلفتها إيه؟ وتكلفة النور عشان يجيلي ايه؟ وازاي انا اقدر اساهم وانا اقدر اعمل عشان وهكذا وهكذا وهكذا. المشكلة والله مش حكاية نور خالص. النور هو يعني وكأن لما النور بتقطع الدنيا بتبقى ضلمة، فالناس تقعد تفكر، فانت بتسيبوا الناس تفكرهم عشان عايزين تعملوا ايه؟ تسيبوا الناس لافكارهم عشان عايزين توصلوا بالناس لايه؟ انا ما مش بكلم رئيس الوزراء، لان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ده يعني احنا جربناه بقى لنا 7 سنين ما شاء الله، مشاكل 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 مشاكل، لكنه هو بيجدد الوزاره ليه ما اعرفش. ودي مصيبه قلناها من سنه لما بدانا نشتغل في التلفزيون، يا جماعه بس نعرف لما وزير يتشال ايه اللي حصل، ولما وزير يجي جايبينه ليه،
ولما رئيس وزراء بيستمر او بيتشال نبقى عارفين، يعني نبقى معاكم في الصوره، ما تقولناش كل حاجه بس يبقى الناس في الصوره. عشان ايه؟ عشان لما بتبقى في الصوره انت بتقدر تفهم، ولما تفهم يعني انا مثلا دلوقتي حد سالني ايه اللي عندكم ده بتاع النور بيتقطع بتاع، هقوم انا افتي بقى اقول له اصل فيك هذا وفيك، حسب مزاجي وحسب درايتي. انما لو عندي معلومات هقول اصل فيه كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، حسب درايتي دي ممكن تخلي الواحد دماغه تروح في حتت كتير قوي. انتوا ليه بتسيبوا الناس كده؟ انا مش بكلم مصطفى مدبولي خالص، انا بكلم كل مسؤول في هذا البلد. ليه بتسيبوا الناس تغرق في الاشاعات والحكايات والبتاع، وبعدين العناتر بقى بيطلعوا يتكلموا الله ما كنا فين، ما انتوا فين، ومن ايه في ايه، مش هنصدق. طب لما مش هنصدق، امال هنروح نصدق مين؟ يعني احنا كشعب هنصدق مين؟ خلاص الكروت الموجوده كلها في مشكله، في مشكله. الموضوع محتاج تامل، والله ما هو نور، يعني مش نور. انا بقول لكم اهو ده مش قطع النور، دي مش دبانه، دي قلوب مليانه. ما حد اكيد بعت لنا حاجه بس. انت عارفين ايه مش دبانه بيقولوا قال لنا دي اصلا يعني جت ازاي؟ فيش فيش بقى ايه في ايه؟ دي دبانه؟ لا ده هو متضايق، ده هو متضايق فبيطلع غير له بقى. فالمساله مش دبانه. فلما هي مش دبانه لابد ننتبه. المجتمع ده مجتمعنا، البلد دي بلدنا، كلنا بنحب البلد، كلنا وطنيين، كلنا بلا استثناء بنحب هذا البلد وبنسترزق من هذا البلد وبنعيش في هذا البلد وما نقدرش نعيش غير في هذا البلد. وبالتالي احنا افراد ايا كان شغلتنا ايا كان صفاتنا محتاجين يبقى عندنا معلومات. معلومات يا جماعه، وقلنا الكلام ده زمان في البدايات، قلنا لازم يبقى في معلومات عند الناس، معلومات حقيقيه، لازم نثق في بعض عشان نقدر نتعامل مع بعض. والمثل اللي ضربته لكم بتاع الاب ده هو ده الدليل، انه انت ما اشوف كلامك اصدقك اشوف امورك استحي. على فكره ده مش مثل، ده بنيه، اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استحي، اهو ده كده. هذا ما جاد به جادت به القريحه. ربنا يستر على الجميع، يعني ربنا يصلح احوال الجميع. في حد بيكلمنا يا استاذ وائل بيقول سلام محترم، اهم حاجه الشفافيه وعدم الكذب. بص يا وائل انا مش عايزين شفافيه، ما لاقول ابو الشفافيه، بس يدونا شويه معلومات حقيقيه عشان احنا نبقى نقدر نعيش مع بعض. مش معقوله انا كل يوم الصبح اقول كلام في البيت وبعدين الصبح بالليل يعمل عكسه كلام وعكسه كلام، وبعدين يعني وبعدين خلاص بقى خلاص. الناس يعني العواجيز اللي زي بيعرفوا الحكايه دي، لان عشنا حاجات كتير جدا، عشنا مراحل كتير جدا. انت عارف انا شفت ده لان انا بتابع الدنيا من وانا مثلا نقول يا سيدي 15 سنه 16 سنه، لان انا في بيت فيه ثقافه وفي بتاع حاجات زي كده. 18 20 سنه يعني بشوف الحاجات دي بقى لي 50 سنه، اللي هي كذا واللي هي كذا واللي هي كذا. طب ما احنا سمعنا الكلام ده قبل كده، طب ما تجيبوا كلام تاني، ما انتوا سمعتوا الكلام ده قبل كده وجات نكسات جامده جدا، ما تجيبوا كلام تاني، ما انتوا عرفتوا ان ده ما بيجيبش نتيجه. فارجو ارجو ارجو انه ما نغضبش من الراي الاخر، ما نزعلش من الناس، ارجو انه ما يبقاش في اهانات، لانه انت لما بتقوليش المعلومه الدقيقه انت بتهني، انت بتهزقني، انت على فكره بتخوني، بتعتبرني اهل الشر. ما انت ما بتقوليش طب انا من اهل الشر بقى كده. طب على فكره لما تعتبرني اهل الشر حابب من اهل الشر، طب انا عامل ايه؟ عشان كده هتلاقي الله سبحانه وتعالى يا سلام تتوب وتتوب 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 لغايه اخر لحظه، لغايه اخر لحظه، لان هو لو قال لك هتتوب ثلاث مرات والرابعه مش هقبلها هننفجر في بعض، هنتوب الثلاثه وبعدين نيجي الرابعه مفيش. ولذلك قال لك لما تطلق مراتك ثلاث مرات وعايز ترجعها لازم يتجوزها حد تاني عشان يحطك في مزنق جامد، انما يردها لك برضه.
غير وائل بقى محدش معانا ولا ايه؟ لا كتير. طب ايه؟ الكلام يجب ان يصل للمسؤولين لكي لا تتسع الفجوه اكتر واكتر. ده علاء بيقول ايه علاء؟ ان الكلام لازم ده يوصل للمسؤولين عشان الفجوه ما تتسعش اكتر. ارجوكوا ما تربكوناش اكتر من الارتباك الموجود في الحياه. اسعار مرتفعه. هل دي مسؤوليه اسماعيل او علي او جمعه؟ انا ما اعرفش. يعني انا لو حد سالني مين المسؤول عن اللي بيحصل ده هقول لك ما اعرفش. هقول لك ما اعرفش لان انا فعلا ما اعرفش. وتبقى مصيبه ان الناس المتصدره في المجتمع عشان تتكلم مع الناس ما تعرفش. ما نعرفش حاجه. يعني ما نعرفش ايه اللي حصل. بعضهم بيسال ايه اللي حصل؟ الفلوس راحت فين؟ البتاع مش عارف ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ ده ما ينفعش. لان دوت بيخرج ما في النفس اسوأ ما فيها. ايوه النفس فيها سيء طبعا، كل انسان فيه الوحش وفيه الحلو. انت تقدر تخرج منه الحلو زي ما انت عايز، وتقدر تسيبه يخرج الشر برضه منك انت مش منه هو. اما تطبطب على حد كده بتزيل شويه شر منه. لما بتقول له معلش اصل انا الشهر ده المكافأة اللي كنت باخدها ما حصلش فيها، انما تقول لي 10 ايام 10 ساعات باينه ولا ايه؟ ده كلام ليه؟ قالوا احنا زمان كنا ما حد يسمع الكلام ده، يقول له انت فاكرني هندي؟ هندي ايه بقى؟ ده ولا موزمبيقي حتى يا راجل. ده الهند فوق وباكستان فوق وده. فان شاء الله انا ارجوكم، لانه الدعاء دي مساله مهمه جدا. انا لا بهاجم حد ولا احب اهاجم حد ولا عايز اهاجم حد، لكن عايز اقول انه ادعوا ان ربنا يهدي كل مسؤول في هذا البلد انه يفوق كده ويعرف انه مش مساله كهرباء، مش كهرباء ومش سياسه ومش اهل شر. دي حياه كامله، حياه كامله. الصبح الراجل بينزل من بيته مش عارف يسيب كام، لانه النهارده الاسعار غير امبارح. مش عارف يسيب كام وما عندوش يسيب كام، فيقول لها خدي 50 جنيه ولا 100 جنيه وتصرفي بقى. أسوأ حاجة يقول للراجل لمراته وهو نازل الصبح اتصرفي بقى. يعني هتعمل إيه يعني؟ يعني هتبيع هدومها ولا هتبيع حتة سيخ عندها ولا حاجة؟ يقول لها اتصرفي بقى. مش ده اللي موجود في الحياة؟ مدرسة غالية، الحاجات غالية. هل ده مسؤول عنه حد؟ على فكرة ممكن ما يبقاش مسؤول عنه حد، أو ممكن يبقى المسؤول عنه من 50 سنة، مفيش مانع، كل ده أنا أقبله. بس يترشرح لي بشكل أنا استوعبه وافهمه واصدقه. احنا عايزين الناس اللي بتتكلم على لسان الدوله تقول كلام منطقي تقوم الناس تفهمه. وانا اتحدى اي حد، اتحدى اي حد يقول لي ان الناس لو فهمت ان احنا في مأزق لعده اسباب سببها كذا وكذا وكذا وكذا، وكانت اسباب مقنعه ان في حد في الشعب يزعل من القرار بتاع، ان في حد يزعل من القرار بتاع. ليه؟ لانه احنا الشعب طبيعته كده، الشعب طبيعته كده. يعني مش عارف انتوا عارفين الطبيعه، انتوا شايفين دلوقتي بقى متوحش وبقى صعب وبقى خشن، لان الحياه كده اللي مش عايش بقى طبيعي. انما انا بقول لك اهو في حته صغيره الحق كل الناس راحت للعيال بتاع الثانويه العامه، طلبتنا راحت للطلبه تعالوا نعمل لكم، تعالوا نعمل لكم، تعالوا نعمل لكم، تعالوا نعمل لكم، ايه دول؟ والنور مقطوع وحالتهم كرب. راحوا فسحوا للناس، افسحوا يفسح الله لكم. في سؤال؟ في حاجه؟ احنا بقى لنا قد ايه بنتكلم يا استاذ زينب؟ بقى لنا قد ايه؟ يعني حاجه 20 دقيقه. طيب كويس، ناخد سؤالين. في اسئله؟ ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود. الدوله يجب عليها دعم المواطن. هو مش ما قلناش انت بتقول الدوله لا يجب عليها دعم المواطن؟ يجب. يجب. ميسه بتقول عن الدوله دعم المواطن. ليه بقى؟ اسمه ايه؟ لا عبد الله. يا عبد الله، الدولة تدعم المواطن؟ مش فاهم انا الصيغة دي، صيغة وحشة قوي. الدولة دي بتجيب فلوس من عندها ولا دي فلوس المواطن؟ يعني الدولة دي هل مثلا الوزراء والمسؤولين دول مثلا وارثين مثلا من خالتهم اللي في كندا مثلا سابت لهم 13-14 مليار دولار مثلا؟ دي فلوس الدولة، انت بس بتدورها. الحكومة دي بتدور الفلوس اللي بيدخلها الدولة بس. فمسألة الدعم دي مسألة طبيعية. ليه بقى؟ لأن أنت حضرتك بتاخد مرتب بنخصم منه ضرائب،
الضرايب دي بتروح فين؟ بتروح لكل الأنشطة اللي في الدولة اللي هي داعمة للمواطن، مستشفى، تعليم، شوارع، الصرف الصحي والحاجات دي كلها بتعملها ضرايب ودخول الدولة وشغلك أنت تشتغل في قناة السويس، واللي بيشتغل في مصانع واللي بيشتغل في بتاع، كل ده بيجمع فلوس. طب افرض إن الفلوس أقل من الإنفاق، نبتدي نعيد حساباتنا ونشوف. زي الدولة هي عبارة عن أسرة بس كبيرة، هي دي الحكاية اللي أنا أفهمها. أسرة رجل ومراته بيخش لهم 20 جنيه في الشهر وهما بيصرفوا 30 جنيه، إيه اللي هيحصل؟ خراب مستحيل. طيب يبقى عندنا حاجتين، يعني نوفر في الفلوس عشان نوصل ل 22 يبقى الدين قليل، أو ننتج حاجة تجيب لنا ال 10 جنيه. في حاجة تانية؟ في حاجة تانية؟ يعني في حاجة تانية؟ احنا عندنا بيخش لنا 3 مليار واحنا بنصرف 5 مليار، لا. قف، قولوا لنا الكلام دوت. قف، تعالوا يعني نشوف ايه الحكاية. انا مرة في تلفزيون مصري قلت لهم يا جماعة اعملوا ضريبة لمدة سنة مثلا، سنتين، عشان نوزن الحكاية دي، عشان تتوزن. ضريبة جامدة كده نروح ندفعينها كلنا، كل اللي بيكسب فلوس كويسة يدفع. راح عاملينها، معرفش سمعوني ولا جت حل حد حلم بيها، مش مشكلة. رحت دافع، راحوا لغينها. والله العظيم زي ما بقول لك كده. تقريبا أنا ويمكن سبعة في مصر اللي دفعوا الضريبة دي، راحوا لغينها. لأن اللي بيقررها مين؟ مجلس الشعب. والمجلس مين؟ المجلس كله ناس كبار وناس أطفال. هات يا ستي. احمد بيقول هو ده الصح جدا، امام بتقول كلامك حكم ولا حكم ولا حاجه، دي حاجه ما دي حاجه انا ما بفهمش في الاقتصاد يا امام. ابو ابراهيم بيقول ليه الحكومه ما تخليش الناس تعمل طاقه شمسيه؟ انا مثلا انت عارفه انا كنت بدفع في البيت بتاعي اللي في شيخ زايد اللي كنت فترات بقعد فيه، كنت بدفع فاتوره التليفون المحترم كهرباء وبعدين كان عندي بتاع غاز بيسخن لي حمام السباحه. ربنا كرمني بقى عندي حمام سباحه كده. كان بياخد في الشهر غاز ب 2000 جنيه. فكنت بسخنه لانه بقى الصبح كنت اقعد هناك يقوم يطلع ميه سخنه كده الصبح في الشتاء، تحس ان انت مثلا في حته بقى طبيعيه كده تحفه. بقى كام دلوقتي؟ بيخش له في حوالي 18,000 في الشهر. فطبعا خلاص الموتور زمانه اتحرق وباظ واتركن ولا بقى خلاص. اقدر اعمل كده؟ اقدر، بس حرام يعني، حرام ناخد الغاز دوت في بلد ما اولى بيه حاجات تانية. معلش انت بتقول على الطاقة الشمسية، انا بتكلم على الطاقة الشمسية. فيا جماعة اللي معايا اللي بيساعدوني في البيت ركبوا لنا طاقة شمسية، مفيش، ركبوا لنا طاقة شمسية مفيش. وبعدين انا فقت شوية كده رحت جايب الشركة ومركب الطاقة الشمسية بكام؟ ب 80,000 جنيه. وطلعت طبعا يعني عبيط كالعاده، ما ركبتش بطاريات، بطاريات دخلنا في 200,000. قلت انا مش محتاجين بطاريات عشان مش قاعد في البيت، ده انا باجي كده يعني زوال. فبقيت بشتغل اثناء الشمس ما هي موجوده، غير كده مفيش طاقه شمسيه. بس محتاجه بطاريات يعني، بس دي غاليه طبعا البطاريات. فاتوره 70 قرش، 70 جنيه، 120 جنيه من ساعتها. من ساعه ما ركبت الطاقه الشمسيه. وان الفاتوره بتبقى يعني يوم ما تبقى يعني لما نروح نقعد هناك وبتاع يعني تبقى 700 جنيه. الطاقه الشمسيه عملت ايه؟ على بالك يا شمس كل المجمعات الجديده ديت والكمبيونات والمرتورات والبتاعات مفيش كهرباء خالص. الطاقه الشمسيه كله بالامر. انما لا يعني الناس اللي بتاخد، بصوا بقى هتبص تلاقي الكومباوند ده بتاع فلان، الكومباوند ده بتاع فلان، تروح بقى حته تانية الكومباوند ده هم طب الزمهم بالحاجات دي بيكسبوا كتير قوي ما شاء الله، بيكسبوا جامد قوي، بياخدوا اراضي بالهبل ويعملوا. يعني لما جه مثلا فلان يعمل مدينه ولا يعمل مش عارف ايه، طاقه شمسيه مش هنديك اسم. طب ده ما حصلش زمان، طب ما يحصل دلوقتي، ما احنا عمالين نبني حاجات. في كهرباء كتير في العمدان في بشوفها طاقه شمسيه، انما البيوت دي كان لازم كانت كلها طاقه شمسيه وكلها بتاع. لغايه ما هو حصل زمان لما بنوا
انما طب دلوقتي لسه بيبنوا، هل بيلزموا بالطاقه الشمسيه؟ يلزموا. يعني الواحد بيشتري بيت دلوقتي، الشقه بقت ب 12 مليون و15 مليون، طب لما يزود عليها 300 400 الف طاقه شمسيه هتفرق ايه؟ والشركات تشتغل والمصانع تصنع الالواح ديت ونعمل مش عارف ايه وبتاع، مش عارف. التصنيع عندنا فيه مشكلة، مش عارف، مش فاهم. وبعدين بتبقى في حاجة بقى أرجو إنه حد ياخد باله منها، إحنا ما نعرفش نقول ما نعرفش. يعني دلوقتي لسه قبل ما نبدأ الهوا أو بالصبح مثلا كنا بنصور، ففي شاب جاب لي إزازة مية ساقعة، فبصيت عليها كده قلت لها دي مقاطعة؟ قالت لي آه. قلت له خد، مش عايزين ديت إحنا ماشي. فقالت لي ما انت بتقطعش، انت مش عارف. قلت لا انا جاهل. فضحكت، ده ما جاهل فعلا، ما اعرفش، انا ما اعرفش ايه هي الحاجات اللي متقطعه. فكل ما اخد حاجه اسال دي ايه، يقولوا لي مقطعه نسيبها، لما مش مقطعه نمشي الحال. احنا ما نعرفش نقول ده. فكل واحد هتساله البلد الكهرباء مقطوع ليه، هيقول لك راي، لان هو مش هيعرف يقول لك انا ما اعرفش او انا جاهل. انا شخصيا بقول للناس ما اعرفش. يعني انا مرات تخش تقول لي اقول له ما اعرفش، ما اعرفش. هل احنا طبيعتنا كده؟ انا عايزك تسال 10 تنفار في موضوع معين، شوف ال 10 تنفار في مين فيهم هيقول لك ما اعرفش. احنا ما... فلما نحكم شعب بالشكل ده لازم نعرفه، لازم نعرفه، عشان هو لو ما يعرفش هيقول اي حاجه بقى بسمعها في ال... في البتاع دوت في التليفون ده حاجه رهيبه، لانه في كلام كتير جدا ولدت وعجن وحاجات حقيقية وحاجات كتير مش حقيقية، ودي ودي ودي. هيسمع بقى ويقول، يسمع ويشوف ويقول. يبقى ايه ابو العريف؟ احنا شعب ابو العريف ما فيهاش حاجة على فكرة، ما احنا شعب دي حضارة، ويا ما عاشوا شعبنا في وقت كانوا عارفين كل حاجة وبيكلموا في كل حاجة، شفنا الحاجات مش مشوفهاش. فلما تبقى انت بقى تعرف طبيعة شعبك، لابد ان انت تبقى تعرف تتعامل معاه. انما تيجي تقول له 12 ساعة قطع الغاز من دولة مجاورة حصل ده كله، امال لو قطع يومين هنحصل، هيحصل ايه؟ ف يعني اظن كفاية كده. بس لو في اي تعليقات او في اي حد بيسألني على اي سؤال، عشان انت بتتجاهلي التعليقات والناس بتزعل مني والله خالص، بتحاولي تشوهي صورتي قدام الناس. علي عبد الرب، مساء الخير استاذ محمود، احبك انت والموجودين على البث. لا 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 مش تيجي. منى، لازم نكون اكتر مرونه من كده في بلدنا. اكتر مرونه ازاي؟ علي بيقول استنى استنى استنى، اكتر مرونه يعني ايه؟ يعني ايه يا منى اكتر مرونه؟ هو انت عايزه مرونه اكتر من كده؟ ده احنا لعيبه باليه، ده احنا بنلعب باليه، ده الشعوب دي عندها مرونه كبيره جدا جدا جدا. علي بيقول الطاقة الشمسية مصاريفها كتير من خلايا وبطاريات ولوازمها. لا، التكليف في التركيب، عشان كده بقول لك ايه، البيوت يعني مثلا بيت زي بيتنا ده كده عنده سطوح نتجمع كسكان ونقدر نعملها، تكلف 300 400، ما العمارة فيها 8 ادوار، فيها 18 شقة، كل واحد هيدفع مبلغ وحاجات زي كده. وبعدين ده كأنك ايه؟ كانك يعني دخرت الفلوس، لان انت الفلوس دي هتاخدها بقى، ما فيش فاتوره كهرباء هتجيلك، هتقعد. انا بقول لك انا كلفت وقتها 80000 جنيه من الكلام ده من حوالي 7 8 سنين، من ساعتها ما تجيليش فاتوره كهرباء تشكر، يعني فاتوره فواتير بسيطه جدا، فما جاليش فواتير كهرباء، فوفرت كهرباء كاني ادخرت، كاني اشتريت حته حاجه ذهب وبعتها بعد 7 8 سنين. زائد ان انا مش بقول لك انت اعملها، انا ما اقدرش اخش الحواري في مصر واحط ده، ما ينفعش. انا بقول الكومبيوترات الجديده ديت بيتباع البيت يا صديقي او يا عزيزي، بيتباع البيت ب 10 مليون دلوقتي، الشقه الصغيره ب 10 مليون، زودوا عليها 300000 واعملوا الطاقه الشمسيه، واعملوا الطاقه الشمسيه. بعدين انت لو عملت مصانع للوحدي هترخص، هترخص طلبات كتير، فالمصنع بدل ما يشتغل هيشتغل هيشتغل هيشتغل، الشارع البيت كله والناس بتحسدنا على الشمس بتاعتها. فاحنا دوله صحراويه، نصنف جغرافيا في دول العالم باننا دوله صحراويه، دوله مشمسه، فهذه الطاقه اللي العالم كله بيتمناها موجوده عندنا بكثافه. انا ما بقولش حد دوله تعملها، خلاص ده مش هتقدر تعملها، لكن لما بتدي لك ارض انت كفلان الفلاني بتعمل كومباوند او بتعمل مدينه سكنيه، حط شرط في العقد دي بطاقه شمسيه،
هل تعتقد ان الواحد اللي هيشتري شقه ب 10 و12 مليون وبيقسطها ومش عارف ايه وبتاع حاجات زي كده، هيبقى 300,000 بتوع الطاقه الشمسيه دول مشكله، ولا 400,000 ما اعرفش تكلف كام دلوقتي، مش هيبقوا هيبقوا بالقسط ويلزم بيها صاحب القريه. ده لو انت عايز. عشان هو الفكره ايه؟ احنا عندنا مشاكل كتير. طيب بس ايه؟ تعالى بقى اقول لك المشاكل دي ايه؟ وحللها ايه؟ وتعالى نحط على اول سلمه، مش مشوار سلم عالي. بس احنا في اول سلمه هنطلع. سلمه 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 سلمه. تعالوا نحط الناس على السلم. ونعرفهم ان احنا قدامنا 15 سلمه. هياخدوا 15 سنه. 18 سنه. 200 سنه. بس يحسوا ان هم كل سنه بيطلعوا سلمه. يحسوا بالانجاز. ونموت احنا ويجي ناس تانيه تكمل السلالم، انما احنا كل ما يجي حد يروح منزلنا السلالم. اذا كان حد طلعنا اصلا. فدي مساله. تصبحوا على خير.